بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. بعد ما قدمت لكم المرة لإجازة الجزء الأول، تعرفنا فيه على أهم ما جاء في برنامج سنة ثانية ثانوي، يعني عرفنا خصائص أو خواص الاحتمالات، الحوادث، الاحتمالات إلى آخره. اليوم في هذا الفيديو الجزء الثاني، هذا مهم جدا، هو خاص بالعد. ما أنت راح نتعرف على القائمة، الترتيبة والتوفيقة. لربما كان يقول لك والتبديلة، أستاذ التبديلة هي حالة خاصة من الترتيبة. كين تعرفوا على هذه الثلاثة، القائمة، الترتيبة، التوفيقة، راح نمدلكم يعني في نفس الفيديو أين نستعمل هذا. يعني في عندنا ثلاث حالات قلت لكم يجوا في البكالوريا: تشكيل الأعداد، تشكيل اللجان، والسحب، سواء السحب من كيس ولا من صندوق. يعني متى نستعمل القائمة، متى نستعمل الترتيبة، متى نستعمل التوفيقة في ثلاث حالات هذو. ونتطرق إلى الثاني مع الأخر إلى بعض الأسئلة المتداولة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله بأولا القائمة. صح، القائمة بماذا نرمز؟ لعدد القوائم. عدد القوائم أعزائي الطلبة نرمز له بأن أس بي. بي الحرف الصغير وليس الحرف الكبير، ها هو الماجيسكول وها هو المينيسكول. إذا في الاحتمالات نستعملوا الحرف الصغير المينيسكول. صح، إذا هذا هو شنو؟ عدد القوائم. عدد القوائم بما نرمزها، بنرمزها بان اس بي، يعني نقول عدد القوائم ذات بي عنصرا من مجموعه ذات ان عنصر، حيث هذا الان ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه غير المعدومه، و بي نفس الشيء ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه غير المعدومه. صح، معناتها ان اكبر او يساوي واحد، و بي اكبر او يساوي واحد. كل وحده من هذا القائمه ولا الترتيبه ولا التوفيقه تتميز بعناصر. اذا بماذا تتميز عناصر القائمه؟ يعني هذا الشيء اللي راح نكتبه مهم جدا. تتميز باهميه الترتيب وامكانيه التكرار. انتبه مليح واش راني نقول. اذا تتميز، نقصد بها عناصر القائمة، بأهمية الترتيب وإمكانية التكرار. التكرار حد الآن رانا متفاهمين، يعني هذا النقطتين مهمتين، الترتيب والتكرار. لأنه كان بعضنا كان يصيبوا فيها كان الترتيب مكاش التكرار، لا يمكن التكرار، كان يصيبوا فيها لا الترتيب لا التكرار، سنراه فيما بعد إن شاء الله. صح، هذه حاجة. نعطيكم مثال، مثلا نقول لك عندي صندوق، هذا الصندوق فيه 9 كوريات، فيه 9 كوريات، نجي نسحب منه 3 كوريات، نسحب 3 كوريات عفوا، نسحب 3 كوريات بإرجاع هذه الكوريات المسحوبة إلى الصندوق. معناتها هنا كي نستعمل يعني السحب بإرجاع، معناتها راح نستعمل يعني السحب على التوالي وبإرجاع راح نستعمل القائمة. نستعمل القائمة، إذن واش ندير؟ 9 و أس 3 تساوي ناش، على أعطتني 729. حب يقول آن هو عدد الأرقام الكلي، آن عدد الأرقام الكلي، و بي هو عدد الأرقام لتشكيل الأعداد، يعني اللي نسحبوها اللي سحبناها. هنا أعزائي الطلبة
في تشكيل الأعداد يقدر يكونوا أعداد في الأمثلة، يقدر يكونوا ألوان، اللون الأخضر اللون الأزرق، يعني كوريات. مثلا يقول لك صندوق فيه 9 كوريات خضراء، 5 كوريات حمراء كذا، صح؟ لحد الآن أنا متفاهمين، ما عنيناش. إذن الآن وين أو متى نستعمل هذا القائمة؟ لأنه عندي 3 حالات قلت في البكالوريا، تجي تشكيل الأعداد، الأعداد كي نقول كلمة الأعداد مع تسمى يقدر يكونوا الألوان، تشكيل اللجان ولا السحب. لأنه الألوان هم عندك ثاني أعداد، عندك 5 كوريات خضراء، 6 حمراء، 2 صفراء، المهم عندك أعداد، مهم برك هذه الأعداد لكوريات تكون ملون. عندنا أولا تشكيل الأعداد، تشكيل الأعداد هذه واحدة. عندنا تشكيل اللجان، تشكيل اللجان أو الجمعيات بين قوسين الجمعيات، صح؟ هذه 2. عندنا ثالثا السحب، السحب في أغلب الأحيان يقول لك من كيس بوشكارة، كيس ولا صندوق، أغلب أحيانا يقولوا كيس، صح؟ إذن بالنسبة لتشكيل الأعداد قلنا باللي القائمة تتميز بأهمية الترتيب وإمكانية التكرار، إذن الأرقام يمكن أن تتكرر، الأرقام يمكن أن تتكرر بيان، خلاص. معناتها هنا كي نكونوا في الأرقام واش نقصد بالآن واش نقصد بالبي؟ الآن نقصد به عدد الأرقام الكلي، عدد الأرقام الكلي، وهذا يتماشى على كامل اللي رام جايين. المهم اشفى باللي في تشكيل الأعداد الآن نعنو به عدد الأرقام الكلي، والبي عدد الأرقام لتشكيل الأعداد، عدد الأرقام لتشكيل الأعداد. بيان، هذه سريعة على كامل. بالنسبة للقائمة مكاش، أي لا نستعملها في اللجان، مكاش لا توجد غير، صح؟ بالنسبة للسحب، متى نستعمل في السحب القائمة؟ نستعملها كي يكون عندي السحب على التوالي وبالإرجاع، على التوالي وبالإرجاع. معناتها نسحب من الكيس، نسحب كوريات، قال نسحبه في كل مرة 3، نسحب 3 ونعاود نرجعهم للكيس، لأنه في حالات السحب عندنا 3 حالات، عندنا نسحب في آن واحد، نسحب ونرجع، ونسحب وما نرجعش، متفاهمين؟ صح. بالنسبة للأرقام عندنا 2 حالات، تتكرر ما تتكررش، اللي جانا ناجين لهم في المثال في اللي راي جاية. بالنسبة لي الآن في السحب واش نقصدو بآن واش نقصدو بالبي؟ آن هو عدد الكوريات الكلي، عدد الكوريات الكلي. البي هو عدد الكوريات المسحوبة، عدد الكوريات المسحوبة، خلاص. هذا ساري المفعول على واش راه جاي. ثانيا الترتيبة، كل وحدة ندرت لها صفحة خاصة بها، القائمة هاي صفحتها هاي واجدة، حلينا صبورة جديدة. الترتيبة، الترتيبة هي قائمة بالصح ما فيهاش التكرار، إذن هي قائمة ليس فيها التكرار، خلاص. إذن هي قائمة ليس فيها التكرار.
إذن بماذا نرمز لعدد الترتيبات؟ عدد الترتيبات نرمز لها ب A أس B وهنا N، حيث تساوي N عاملي على N ناقص B الكل عاملي. خلاص، إذن هذا نقوله عدد ترتيبات ذات P عنصرا من مجموعة ذات N عنصر. بماذا تتميز الترتيبة؟ الترتيبة تتميز بأهمية الترتيب وعدم التكرار. شوفوا القائمة، القائمة قلنا تتميز بأهمية الترتيب وإمكانية التكرار، لكن الترتيبة تتميز بأهمية الترتيب وعدم التكرار. إذن تتميز بعدم الترتيب وأهمية وترك عدم الترتيب عفوا بأهمية الترتيب تتميز بأهمية الترتيب وعدم التكرار. يعني معناتها هنا ما عنديش المعاودة، تكرار ما كاش، متفاهمين؟ مثلا لهنا كي نقول لك الصبر كاين حاجة عاملي، كاين هذه عاملي فاكتوريال. دوك نقول لكم واش معنى كي نقول لكم العاملي أعزائي الطلبة، كي نقول لك أن عاملي واش نقصد به أن عاملي؟ أن عاملي معناتها واحد في اثنان في ثلاثة في وهكذا حتى في أن، هذا واش نقصد عامل. مثلا نعطيك مثال، مثلا نقول لك سبعة عاملي، سبعة عاملي واش يساوي؟ يساوي واحد في اثنان في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة في سبعة. واش تعطينا؟ تعطينا 5040، تعطينا 5040. إذن هذه واش نقصدو بكلمة عاملي. في الحاسبة إذا حبيت تحسب العاملي كاين بالحاسبة واش دير؟ كاين شيفت في الحاسبة، هاي شيفت، وكاين واحد عندك واحد اللمسة في الحاسبة هاي مكتوب فيها إكس أس ناقص واحد، فوقها كي دير شيفت فوقها راهي مكتوبة إكس عاملي، تصيب فوقها هنا إكس عاملي في الحاسبة، صح؟ إذن هاي الحاسبة هاي وراها هذيك إكس أس ناقص واحد، نكتبو سبعة مثلا هاي السبعة، ومن بعد ندير شيفت وندير اللمسة هذه، هاي تعطيني سبعة عاملي. واش تعطيني؟ تعطيني 5040، يعني باش في البكالوريا ما تضرش تضيع الوقت، دير سبعة دير العاملي في الحاسبة تعطيك نتيجة مباشرة. مثلا نقول لك مثلا سبعة عاملي على أربعة عاملي واش تعطينا؟ نفس الشيء، تعطينا واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة في سبعة، على واحد في اثنان في ثلاثة في أربعة، معناتها هذا راحوا. واش بقى لي؟ بقى لي خمسة في ستة في سبعة، عادي. كيفاش تستعمل هذه في الحاسبة؟ عادي، دير سبعة شيفت ودير عاملي، ومن بعد دير القسمة، ومن بعد دير ربعة، ومن بعد شيفت وعاملي، هاي تعطيك 210. يعني باش ما تضيعش الوقت تاعك، حتى في اللي راهم جايين نعطيك كيفاش تستعمل الحاسبة بإذن الله باش تربح هذاك الوقت، تربح صحتك وعقلك ووقتك، متفاهمين إن شاء الله. إذن هذا بالنسبة للعاملي. كاين ثاني واحد الخواص أو واحد النتائج في العاملي لازم تشفاو عليها، واحد نديروها بالأسود باش تشفاو عليها مليح، واحد عاملي يساوي واحد
عندنا كذلك اصطلاحا صفر عاملي يساوي واحد، هذه اصطلاحا. إذن واحد عاملي يساوي واحد، واصطلاحا صفر عاملي يساوي واحد. هذه بالنسبة للعاملي، لماذا؟ لأنه هنا عندنا عاملي، صح؟ إذا نعود نرجع للموضوع تاعنا تاع الترتيبة. نعطيكم مثال، مثلا أن نقول لك سبعة أ بي تساوي ثلاثة، وهنا أن تساوي سبعة. طيب البي قلنا الآن في حالة، درك نشوف في حالة تشكيل الأعداد واللجان والسحب إلى آخره، درك نشوف. إذن هذه واش تساوينا؟ هذه تساوي سبعة، يعني هي الآن سبعة عاملي على آن، معناتها سبعة ناقص ثلاثة عاملي. يحب يقول تساوي سبعة عاملي على أربعة عاملي، وهذا درك شفناه، وشفنا كيفاش نحسبوه في الحاسبة، واش تعطينا مباشرة الحاسبة واختم خدمتك 210. إذن هكذا تمد النتيجة والبكالوريا. زم تمد أ بثلاثة وآن سبعة، وتمد سبعة عاملي لهذا، إذن هكذا النتيجة تاعك تمدها في البكالوريا، تكون واضحة وصافية. كاين وين في التصحيح النموذجي تسيبهم كاتبين لك هكا و210 صحيح، لكن الأستاذ لازم تقنعوا باش يمد لك النقطة الكاملة، لأنه كاين أستاذ من على حساب الأساتذة، صح. ولك واش مازال لنا، واش متى نستعمل هذا الترتيبة؟ يعني في تشكيل اللجان، في تشكيل الأعداد، في السحب، في ثلث حالات كيف نستعملها ولا ما نستعملهاش؟ كما شفنا في القائمة نستعملها في تشكيل الأعداد وفي السحب، في اللجان ما نستعملوهاش. أما بالنسبة للترتيبة كيف؟ عندنا تشكيل الأعداد، هذه وحدة، وعندنا تشكيل اللجان، دلها غير هاك وخلاص، اللجان، وعندنا السحب. ملكيس، صح. بالنسبة لتشكيل الأعداد اخي، قلنا هنا باللي الترتيبات تتميز بعدم التكرير، بأهمية الترتيب لكن مكاش التكرير، معناتها أكد لي على عدم التكرار، أكد لي على هذه. إذن ماذا قلنا عدم التكرار؟ إذن الأرقام لا يمكن أن تتكرر، الأرقام لا يمكن أن تتكرر، هذه وحدة، صح. هنا كنا شفناها في ال، شفناها هنا، هاي بين الآن هي عدد الأرقام الكلي، وبي هي عدد الأرقام لتشكيل الأعداد، ما نظلوش نعودوا فيها، خلاص، صح. هذه راهي باينة، صح. إذن نروحوا لتشكيل اللجان، نستعملوها في تشكيل اللجان، يعني الترتيبة تستعمل في ثلث حالات، في تشكيل الأعداد، في تشكيل اللجان، وفي السحب. تشكيل اللجان، في تشكيل اللجان أعزائي الطلبة عندنا حالتين كما الأرقام، الأرقام عندنا حالتين، تتكرر ما تتكررش. اللجان عندنا حالتين، ذكر وظيفة، أي نذكر الوظيفة تاع الأشخاص، يعني المهام المحددة لهم، ولا ما نذكروهاش، حالتين فقط. يعني الأعداد فيها حالتين، تتكرر ما تتكررش، اللجان فيها حالتين، ذكر الوظيفة، عدم ذكر الوظيفة، السحب فيه ثلاث حالات، السحب في أن واحد، السحب والرجع، السحب وما رجعش، هذا هو مثل، خلاص، هذا وش طيح لك البكالوريا. إذن من اللجان هنا في الترتيبة نذكر الوظيفة ولا ما نذكرهاش؟ إذن هنا مثلا يقول لك جمعية وعندها الرئيس الجمعية وعندها المساعد تاعو أمين المالية والأعضاء وكذا إلى آخره، هنا ذكر المهام المحددة أو الوظيفة،
مؤسسة عندها المدير، عندها مساعد المدير، عندها الدياراش اللي حكم الإدارة، عندها إلى آخره والموظفين. أما يقول لك مؤسسة فيها 70 بنادم يخدموا، ما قال لا مدير لا شكون هو المدير لا شكون صح. المهم هنا في الترتيبان نذكر الوظيفة، ذكر وظيفة كل شخص محسوب نقصد بها المهام المحددة لكل شخص. هنا الأعداد درناها المرة اللي فاتت، الآن واش نقصد بها والبي واش نقصد بها، في اللجان ما درناش. الآن واش نقصد بها؟ عدد الأشخاص الكلي، عدد الأشخاص الكلي، عفوا ضريبي. البي واش نقصد بها؟ عدد الأشخاص المختارين، عدد الأشخاص المختارين، هذا واش نقصد. خلاص كملنا معه، نروحوا للسحب. السحب المرة اللي فاتت قلنا كي السحب على التوالي والرجع استعملنا القائمة. درك واش بقى لي؟ بقى لي السحب في ان واحد ولا نسحب وما نرجعش، وحده من زوج. اذا في الترتيبه واش نستعمل؟ نستعمل السحب على التوالي بدون ارجاع، ما نرجعش. السحب على التوالي بدون ارجاع، خلاص. وكنا شفنا المره اللي فاتت في السحب واش نقصدو بالان، هي عدد الكريات الكلي، والبي هي عدد الكريات المسحوبه. خلاص سيب. درك الحاسبه كي نجي نحسب مثلا، كيما مديت لكم المثال قبيلات، مديت لكم ا بي 3 اللي هو عدد الكريات المسحوبه، ولا عدد الاشخاص المختارين، ولا عدد الارقام اللي تشكل الاعداد. والان سبعة معناتها عدد الأرقام اللي تشكل الأعداد، عدد الأرقام الكلي، ولا عدد الأشخاص الكلي، ولا عدد الكريات الكلي، على حسب واش عطوني في التمرين. إذن هنا في الحاسبة واش نستعمل؟ في الحاسبة هنا أعزائي الطلبة عندي شيفت وعندي واحد لاتوش مكتوب فيها ان بي ار. يا إما تصيب ان بي ار ومكتوب فوقها ان سي ار، تصيبها هنا مكتوبه ان سي ار هكا، ان سي ار فوقها كذا، يا اما تصيبها مكتوبه مع الضرب والزوج، تصيبهم مع اللمسه تاع القسمه والضرب. درك نجيب الحاسبه نشوف، يعني هنا الحاسبه اللي راهي عندي راهي امامي الان سي ار في لاتوش التحت بلا ما تستعمل الشيفت، والان بي ار جايه لفوق، ان سي ار جايه هنا، يعني الان سي ار مكتوبه هنا هكا. ها كيفاش في الحاسبات، اغلب الحاسبات تصيبها ان سي ار سي ماجيسكول، وهنا ان بي ار، معناتها تستعمل الشيفت. اما الحاسبه اللي راهي امامي هاي، وراهي هنا فوق الزائد، فوق اللمسه تاع الزائد بي ان هاي وراهي، ولا بي بي ار سي يعني مقلوبه. المهم كيفاش نديرو؟ هنا نديرو سبعه، نكتبو سبعه ونديرو شيفت ونديرو هكا تخرج لي ديك البي، ونزيد ندير ثلاثه اشهر، عطاتني 210، يعني ما تكسرش راسك. اللي راهي جايه اللي هي ان سي ار، ان سي ار هاي فوق القسمه، هاي فوق القسمه هنا، ولا تصيبهم كما قلت لكم فوق بعضهم بعض، يعني باش في البكالوريا تربح الوقت. وثاني نوصيكم في البكالوريا تستعمل الحاسبه العلميه، لا كالكولاتريس سيونتيفيك اي نون لا كالكولاتريس جرافيك، يعني نستعملوا الحاسبه العلميه وليس الحاسبه
البيانية. كاين بعض الحاسبات البيانية تشبه للحاسبة العلمية، يعني تقدر تقول ما يفيقولهاش، لكن الواحد ما يغامرش، ما يروحش يغامر ومن بعد ينحوالك في البكالوريوم بعد تحصل حصلة ما كاش قدها. يا أخي راني عام كامل وانا نوجد، ما نروحش الريسكي، راني تاكل يسمى تاكل على ربي سبحانه ونقول بسم الله ونتوكل على الله، ما نروحش الريسكي. ندي حاسبة بيانية تشبه للعلمية، يعني ما فيقولهاش، طيح مع أستاذي فيقلها تبدأ حاصل. ملا من الأحسن ندي حاسبة علمية وما الريسكيش نبعد كامل الشبهات عليا. هذا واش نوصيكم. ثالثا التوفيق. التوفيق هي مرت التوفيق، هو يزعف علينا التوفيق ثاني. إذن عدد التوفيقات كيفاش نحسبوهم؟ هاي كيفاش نحسبو عدد التوفيقات؟ سي ان او بي، توفيقات نبذلها ب سي كامل عندهم، هنا البي الفوق الان تحت صح. واش تساوي؟ تساوي ا ايه على بي عاملي. في البكالوريا ما تكتبليش بي هكا وعاملي هكا، معناتها هنا البي راهو حرف الكبير، هذه كتابة خاطئة. بي جي ماجيش مينيسكول وتجي العاملي هكا صح، لأن أنا ننتبه لل يعني الأمور حتى ذيك الصغيرة وننبهك لها صح. إذن عندنا آن عاملي على بي عاملي في آن ناقص بي عاملي. إذن هذا واش نقولو عدد التوفيقات. في هذا الحالة في التوفيقات عندنا الآن ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، وبي تنتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، ما أنت حتى الصفر والدخل. باش تتميز، بماذا تتميز التوفيقة؟ التوفيقة عدم الترتيب عدم التكرار للزوج، معدومين للزوج. إذن تتميز بعدم الترتيب وعدم التكرار، لا ترتيب لا معودة ولو هماج خلاص سيب. نعطيكم مثال، مثلا نقول لك الترتيبة سي ان خمسة وبي اثنان خلاص صح. إذن واش تساوينا؟ تساوينا خمسة عاملي على الاثنان عاملي في خمسة ناقص اثنان وعاملي. إذن تساوي خمسة عاملي على اثنان عاملي في ثلاثة عاملي. أستاذ كيف نظل معناتها؟ تعطيني 120 على 12، إذن تعطيني 10. لكن هذا كي دير هذه كامل في يعني حسابات وكذا في البكالوريا راح تدي لك وقت كبير، أما أنا نسهل عليك، ما عليك إلا تستعمل شيفت و ان سي ار. أي قلت لك عليها قبيلة في الام بي ار، جي الان سي ار وتجي الام بي ار فوقها، ولا تاع القسمة، معناتها نكتبو خمسة مثلا خمسة ونديرو ان سي ار ونديرو ان سي ار ونديرو اثنان اوتوماتيكمون تعطيك 10. هذيك بتستعمل الحاسبة وتهني روحك صح. نعطيكم بعض النتائج لكن ما نتفصلوش فيها، نعطيها لكم كي يجي تمرين عليها رانا نطرقوا عليها، ما جاش خطاتنا. إذن هذا النتائج عندنا سي عندما بي تساوي صفر، نفس الشيء عندما بي يساوي الآن تساوي واحد، معناتها هذا النتيجة الأولى هذه نستعملها كي تكون عندي بي تساوي صفر أو بي يساوي الآن. إذن هنا عدد
التوفيقات يساوي واحد. النتيجة الثانية وهي كي تكون عندي بي تساوي واحد، كي تكون عندي بي تساوي واحد حب يقول عدد التوفيقات ان. النتيجة الثالثة كي يكون عندي، ولا نقول لكم خلي غير هذا وزوج لأنه كان تاع المثلث العددي وكذا، من لأنه كان أمور تاع شعبة الرياضيات فقط، كان تاع التقني كان لخاطئ تصير اقتصاد والعلوم. إذا الثلاثة اللي بقاو هذوك خلوهم طحنا معهم في التمارين، أنا نديرهم باش ما نثقلش عليكم. صح، نروحوا للحاجة المهمة، يعني هذا هو الملخص نحي عليها، هذه اللي تهمني هي هاي كيفاش نحسب عدد التوفيقات تتميز بعدم الترتيب بعدم التكرار. هذو هما الأمور اللي تحكمهم عندك. دوك عندنا بالنسبة لتشكيل الأعداد، تشكيل الأعداد، وعندنا تشكيل اللجان، تشكيل اللجان، وعندنا السحب ملكيس بوشكارة. صح، بالنسبة لتشكيل الأعداد مكش خطيها، يعني لاحظ في الترتيبة، الترتيبة موجودة في الثلاث حالات الأعداد واللجان والسحب، القائمة موجودة في الأعداد وفي الكيس، اللجان خاطئة، التوفيقة موجودة في اللجان والسحب، الأعداد خاطئة. إذا في تشكيل اللجان كنا ذكرنا من قبل باللي في تشكيل اللجان في الترتيبة ذكر وظيفة كل شخص، واللجان فيها حالتين، يا إما تذكر الوظيفة يا إما ما تذكرهاش. إذن واش بقالنا؟ بقالنا عدم الذكر، عدم ذكر وظيفة، عدم ذكر وظيفة كل شخص. هاي صح، الترتيب غير مهم، مكاش تكرار. السحب واش بقالنا؟ السحب ذكرنا على التوالي وبالإرجاع، ذكرناها خلاص نحيها، على التوالي وبدون إرجاع نحيها. إذن واش بقالي؟ بقالي في آن واحد، في آن واحد، أن السحب فيه ثلاث حالات، إذن موجود فيهم في ثلاثة، قلنا في آن واحد، كيف كيف الترتيب غير مهم. هذا واش كاين؟ دونك نعطيكم ملخص بالأسئلة المتداولة، يعني نقلبوا الحالة. إيه عفوا، كاينه حاجة نسيتها، تبديلة. تبديلة كنت في بداية الفيديو قلت لكم بلي هي حالة خاصة من الترتيبة، وراهي الترتيبة. إذا التبديلة نحطوها لهنا، تبديلة تبديلة هي حالة خاصة من الترتيبة، من الترتيبة. صح، يعني وقتاش نسمي الترتيبة؟ نسموها تبديلة، عندما يكون الآن يساوي بي. وقتاش؟ عندما يكون آن يساوي بي، حب يقول نكتب لك هنا آن يساوي بي وانت تفهم، عندما يكون آن يساوي بي معناتها آ آن أو بي يساوي آن، ولا آن يساوي بي نفس الشيء. واش تساوينا؟ تساوينا آن عاملي، تساوي آن عاملي. إذن هنا عندنا واحد الحالة خاصة ذكرتها لكم من قبل، وهي أ واحد واحد، هذه حالة خاصة نفس الشيء، معناتها تساوي واحد عاملي تساوي واحد. خلاص كملنا مع التبديلة، الآن نكملوا يعني واش درنا، نلخصها لكم درك لهنا، يعني الأسئلة كيفاش تطيح لك، يعني لمحة للأسئلة المتداولة. نبدأ بالسحب، نبدأ بماذا؟ بالسحب، السحب صحة. بالنسبة للسحب واش عندنا؟ لدينا
آن كورية نكتبها بالأحمر ونسحب، هذه هي الأسئلة، ونسحب بي كورية، لدينا آن كورية نسحب بي كورية. عندنا ثلاث حالات نسحب في، نكتبها بالأزرق أحسن، نسحب في آن واحد، نسحب في آن واحد. الحالة الثانية نسحب على التوالي وبدون إرجاع، نسحب على التوالي وبدون إرجاع. الحالة الثالثة نسحب على التوالي وبالإرجاع، يعني نسحب ونعود نرجع الديش تاع الناس، عاود نرجعها. إذن كي نسحب في آن واحد واش نستعمل هنا؟ معناتها نستعمل واش نستعمل؟ نستعمل التوفيق، مرة التوفيق، توفيق أيوة، حب يقول سي، استعمل السي صح. كي نسحب على التوالي وبدون إرجاع، يعني لخصتها لك واش درنا من قبل بطريقة أخرى، واش نستعمل؟ نستعمل الترتيب، ترتيب، ترتيب مرت راتيب ولا راجل راتيبة ولا كيسموها، أ أن بي. كي نسحب على التوالي وبالإرجاع واش نستعمل؟ نستعمل القائمة. إذن الآن وأسبي خلاص كملنا مع السحب، نروحوا تشكيل اللجان. تشكيل يعني واش درنا من قبل تقدر ديرها هنا هكا، تشكيل اللجان تقدر تلخصها كيما هاك، يعني الجمعيات. مثلا يقول لك جمعية مكونة من الرئيس، نائب الرئيس، الأمين العام، الأمين المالية، الأعضاء، مؤسسة متكونة من المدير، مساعد المدير، مدير الإدارة، الخدامين، العساس، عون الأمن. اللي فايت برا لا ذاك خاطئ كما أنا وأنت خاطئين صح. مرات يقول لك مؤسسة متكونة من 35 بنادم أشخاص، ما قال لك لا شكون هو المدير لا شكون هو الآخر صح. يعني مرات في اللجان يا إما يحدد لك المهام، يعني يذكر لك الوظيفة، يا إما ما يحدد لك المهام ما يذكر لك الوظيفة. إذن عندي حالتين، عندي عدم ذكر وظيفة الأشخاص، وظيفة الأشخاص أيوة، ولا ذكر وظيفة الأشخاص عفوا ذكر وظيفة الأشخاص صح. بالنسبة لعدم ذكر وظيفة الأشخاص واش نستعمل؟ قلنا بالأخضر هذه باش مات. هنا نستعمل التوفيق، التوفيق صح، معناتها سي صح. ذكر وظيفة الأشخاص نستعمل الترتيب، معناتها آ نص. وكوش بقالنا؟ بقالنا تشكيل الأعداد،
تشكيل الأعداد عندي. طلع شوية الصبورة أستاذ، هاكا رانا هايلين. صح، في تشكيل الأعداد يا إما يتكرر يا إما لا يتكرر. إذن عندي الأرقام يمكن أن تتكرر، ولا الأرقام لا يمكن أن تتكرر. بيان، كي تتكرر الأرقام واش نستعمل؟ نستعمل القائمة، نستعمل القائمة معناتها أن أس بي. صح، ما تتكررش الأرقام نستعمل الترتيبة، يعني مرت التوفيق خاطيها لهنا تروح تروح على روحها. أ أن أو بي، خلاص ها هي واش درنا قبيله، هاني لخصتها لك لهنا. كابتير ديكرو ولا اكتبها بيدك، هذا واش كاين، هذه هي. ان شاء الله اعزائي الطلبه هذا الملخص اللي فيه 41 42 دقيقه ان شاء الله يكون عام عليكم بالفائده. الى ان نلتقي في الجزء الثالث نكمل واش كاين في البرنامج، لانه السنا برنامج كامل موش منحين منه، نكملوا الامور الاهم فقط ونحلوا بعض التمارين. هذا اذا كنتم مهتمين، اذا ما كنتوش مهتمين ربي يوفقكم ما شاء الله. إلى أن ألقاكم بإذن الله في الجزء الثالث، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.